قصفت ميليشيات الحوثي منطقة المنظر في محافظة الحديدة اليمنية بصاروخ باليستي إيراني صنع، وسقط الصاروخ الباليستي في منطقة قريبة من السكان، ما أثار حالة من الخوف والذعر بينهم جراء القصف العشوائي. جاء القصف الحوثي لمنطقة مأهولة بالحديدة بعد اختطافهم 6 أطفال كانوا في رحلة طلابية إلى مدينة باجل بمحافظة الحديدة في انتهاك جديد للقوانين الدولية من قبل الميليشيات الإرهابية.